ليلى تعالي يا حبيبتي، طمنيني طمنيني، عامله ايه؟ انت عم تعرف ايه اللي حصل؟ انا زي الفل يا حبيبتي، ما تخافيش عليا. طب والعيل؟ فلين ما شاء الله، الله اكبر، الحمد لله. بقول لك ايه يا حبيبتي، ابقي عايزاكي تقولي للي بعتك ودفع لك فلوس ان ليلى كويسه والواد كمان كويس، وعايزاكي كمان تعرفي ان انا في الشهر السادس، يعني لو لف حوالين نفسه وعمل قرد ابني برضه هيخرج للنور. ده انت جايه تقولي شكل للبيع بقى؟ جايه اقول شكل للبيع بقى. شكلك ما حرمتيش من المره اللي فاتت. لا يا حبيبتي ما حرمتش، مش انت المره اللي فاتت ضربتيني عشان كنت عايزه تقدميني عشان بجر شكلك؟ انا المره دي بجر شكلك تاني وعايزه اتقدم. يلا انزلي لي. انت ناويه على موته بقى؟ ناويه على موته. لا استني يا ليلى، عندي انا الطلعه دي يا حبيبتي. اصل اللي يتخانق يعور بس ما يموتش. لا يا نجوى، تبهالي انا دي بتاعتي. استني يا ليلى، نفر عليا ولا ايه؟ سيبيها سيبيها يا ليلى، سيبيها سيبيها يا ليلى، سيبيها في داهيه عشانها، سيبيها سيبيها يا ليلى، سيبيهالي انا، دي طلعتي وحياتك عندي. اقعدي يا بنت انت. نجوى نجوى عيشي، تشطري عليها يا بنت الجزمه، شكلها ملهاش ضهر يا نجوى. يا ولاد الجال اللي عملتوا فيا ده يا ولاد الجال، يا ولاد الجال. ريحتي؟ لا ما استريحتش. وشي لسه كبير. أنا نفسي في سجارة. لا بقى، لا يا ليلتي كده كتير قوي يا حبيبتي، كتير عليكي وخطر. انتي حامل يا ماما، والسجاير خطر على الستات الحوامل. خطر ولا مش خطر يا نجوى، أنا نفسي فيها. ماشي يا حبيبتي، نفسك فيها ما أقدرش، بس دي آخر سجارة النهاردة. هاتي بس امسكي. عايزه اولعها يا غجر. انت يا وليه بتكلميني انا؟ بكلمك انت اللي تتشكي في مصارينك، مش سامعاني؟ قومي فزي تنطري هاتيلي ولاعه، ستك عايزه تشرب سيجار. جرى ايه يا وليه؟ هو انت اتطرشتي ولا اتطرشتي؟ انت ما بتسمعيش؟ ستك بتقولك عايزه ولاعه علشان تولع، قومي هاتلها ولاعه ولا خليها تتبحك. اتفضلي. وده ايه اصله ده؟ هي الهانم هتولع لروحها في يومك الازرق ده ولا ايه؟ امشي نجري ولعيلها. ما تمدي يا اختي، مدي يا حيلتها. هاتيها يا بت، هاتيها. اصلا انا ما بشربش سجاير، بخاف على الواد. عالم ما تجيش الا بالرقعه على صداغها. تفو. منيرة، أستاذ سالم من فضلك ما تندهش عليا بصوت عالي كده. نعم؟ أيوة، أنا ما أحبش إنك تنده عليا بصوت عالي باسمي وكل الناس معدية كده، افرض حد من المعديين ما يعرفش اسمي، يسمعك وأنت بتندهني؟ برأيي يا منيرة، أنا في الشغل، أمال أنا عايز أقول لك إيه؟
تقدر تقول لي يا أنسة وأنا هعرف إنك بتندهني. حاضر حاضر يا أنسة. يا ترى خلصت الملف اللي طلبته منك؟ بعته على مكتب حضرتك أول ما جيت. تمام. يا ترى بقى ممكن نقعد نتناقش في البنود اللي فيه ولا ده كمان بقى صعب؟ أنا تحت أمر حضرتك في أي حاجة تخص الشغل. حاضر يا أنسة، بعد نص ساعة مستنيكي في مكتبي. حاضر. علم ما عندهاش ذوق. ادخل. حضرتك في عميل بيسأل عن المشروع الجديد في السخنة. ابعتيه لأستاذ سالم. حضرتك قال لي تقعدي معاه تشرحي له كل حاجة. خليه يتفضل. اتفضل. شكرا قوي. صباح الخير. سيبي الباب مفتوح. اهلا وسهلا. اتفضل حضرتك. متأسف حضرتك. لا ابدا انا تحت امر حضرتك. انا جاي اسال عن اسعار الوحدات، المميزات اللي ممكن تحصل لو دفعت كاش، تسهيلات الاقساط، طريقه السداد، الحاجات دي يعني. هو حضرتك كل ده كان متوضح في البروشور بتاعنا. ايوه بس في بنود مش واضحه، وانا بحب اخد المعلومات بتاعتي من الشركه بشكل مباشر عشان اضمن ان المعلومه تكون صح. تمام يا فندم. حضرتك ده البروشور بتاعنا موضح فيه كل حاجه بالتفصيل، تقدر حضرتك تقراه ولو في حاجه مش واضحه انا تحت امر حضرتك. احترم نفسك يا استاذ. في ايه؟ لا من الواضح كده ان حضرتك مش واخد بالك خالص من تصرفاتك. في ايه يا انسه؟ انا موظفه محترمه، ها، ومحترمه جدا على فكره، عشان لو حضرتك كنت فاكر. فاكر ايه ومحترمه ايه؟ انت باين عليكي مجنونه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه في ايه؟ البيه المحترم كان بيتحرش بيا. تحرش ايه وزفت ايه؟ انا غلطان اللي جيت شركه زي دي. اوعى يا استاذ يا استاذ. استاذ ايه وزفت ايه بقى؟ سيب اللي في ايدك وحصليني حالا. اتفضلي. منيرة، الواضح ان حكاية ليلى دي مأثرة عليك قوي. حضرتك تقصد ايه بكلامك ده؟ قصدي اللي انت فهمتيه بالظبط. انا غير ليلى خالص على فكرة، وعمري ما اعمل زيها. احنا اي نعم كنا اصحاب، بس ده مش معناه ان احنا زي بعض. هي حاجة وانا حاجة تانية خالص. انا ما قلتش كده، انا قصدي ان اعصابك تعبانة ومتهيألي محتاجة تستريح حبتين. يا فندم ده مش حقيقي، الراجل ده قليل الذوق ومش محترم. انا مش فاهمة ليه مش عايز تصدقني. منيرة بقول لك ايه؟ انت رصيد اجازاتك كتير قوي، ايه رايك تاخدي اجازه شويه؟ يعني ايه؟ مفيش. تاخدي اجازه تريح فيها اعصابك، تشمي نفسك شويه، وبالمره ممكن تعرضي نفسك على دكتور نفساني. دكتور نفساني؟ انا مش مجنونه يا استاذ سالم على فكره. انا ما قلتش كده، انا قصدي تريحي اعصابك شويه. الله، بقول لك ايه؟ انا هكتب لك على اجازه شهر، ايه رايك؟ شهر؟ طب ما تقول لي استقيل احسن. براحتك، اعمل اللي انت عايزاه.